السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كله يكون كويس. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد ومحاضرة جديدة، وهي آخر محاضرة من كورس Software Engineering 2. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الكلاود، طبعا دي ليكشر 7 وآخر محاضرة زي ما قلت. قبل ما نبدأ نتكلم على الكلاود سريعا، بس هنبص على الاركتكتشر ده اللي هو بيوريك ما بين الفرونت اند والباك اند عموما في السوفت وير انجينيرنج. ان الباك اند بيحصل فيه اكتر الشغل بتاع السكيورتي والمانجمنت والكلام مع الداتابيز والحاجات دي، والفرونت اند بيكون بيكلم الباك اند عشان يريتريف الحاجات دي من عنده، او بيكلم السيرفر على طول عن خلال الكلاود علشان يبدا ياخد الويب بيجز او الحاجات دي، وفي النص بيكون فيه انترنت. طب انا حطيت دي ليه؟ ما اعرفش، بس يعني مش مشكله اديكم عرفتوا. طب خلينا نبدا بيعني ايه سيرفر. يعني ايه سيرفر؟ السيرفر هو اكنه كمبيوتر، وفعليا ممكن يكون كمبيوتر طبعا مفتوح 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، بيبدا يشير انفورميشن مهمه جواه او سيرفيسز. السيرفيسز دي بيشيرها ما بين كمبيوترز تانيه، ممكن يكون بيخزن جواه ويب بيجز، ممكن يكون بيخزن جواه ابلكيشنز معينه، حاجات معينه انت او داتابيزز، حاجات من دي، بحيث ان انت وقت ما انت بتحتاجه تلاقيه. زي بالظبط الويتر اللي بيكون شغال في كافيه، هو نفسه كويتر، هو مش مستفيد اي حاجه، ولكن هو تحت الخدمه، وقت ما بتطلبه بتلاقيه بيسيرف اي حاجه انت تساله عليها. فوانس ان انت عايز حاجه معينه بتقول للسيرفر عليها، بيبدا يجيبها لك على طول. فلازم دايما يكون مستعد، عشان كده لازم يكون شغال 24 ساعه. ده طبعا بالنسبه للايه، للفيزيكال سيرفر، واللي هنتكلم عنهم بالتفصيل اكيد. ايه هي بقى الكلاود؟ فيري لارج نمبر اوف ريموت سيرفرز، يعني رقم كبير جدا من السيرفرز اللي احنا لسه متكلمين عنها من شويه متجمعه في مكان واحد اللي هو الكلاود. طبعا متجمعه في مكان مش هاردوير، مش متجمعه في مكان فيزيكال، هي متجمعه كسوفت وير مش هاردوير. الكلاود سوفت وير، تقدر تأجر از ميني سيرفرز يو نيد. يعني زي ما انت عايز تأجر سيرفرز من الكلاود دي، تقدر تأجر او تقدر تدفع وتشتري. بيقول لك برضو ان الكلاود سيرفر بيستارت اب وبيشت داون حسب الديماند تشينجز. يعني ايه؟ يعني مش شغال 24 ساعه زي الايه، زي السيرفر العادي. السيرفر العادي بيفضل شغال 24 ساعه علشان وقت ما تحتاجه تلاقيه. الكلاود لا، في الكلاود هي بتطفي، وقت ما تحتاجها بتشتغل تاني. هي بتشتغل يعني بتقفل وتفتح اوتوماتيك، عن طريق ان هي بتتراك الديماند او الاحتياج ليها، وبناء عليه لو حد محتاجها بتشتغل، لو مفيش حد بيستخدمها فبتبدا ان هي ايه، تشت داون. طبعا الكلاود جميله في الكوست، وجميله في طبعا يعني رخيصه نسبيا، احسن ما تشتري سيرفر حقيقي. الستارت اب تايم طبعا اسرع بكتير، تقدر تختار السيرفر اللي انت عايزه. طب هنتكلم بعد كده على الفيجوال ماشين والفيجوال سيرفر، الماشين يعني الوهميه والسيرفر الوهمي، واعذروني لو انا بنطق اساميهم بالانجلش غلط. طيب اول حاجه الفيرتشوال ماشين او الفي ام، هو اكنه كمبيوتر جوه الكمبيوتر بتاعك. يعني ايه؟ يعني الماشين نفسها او الفيجوال ماشين هي جواها او اس، جواها الاوبريتنج سيستم بتاعها، جواها الابلكيشنز بتاعتها، جواها الرامات بتاعتها، جواها كل حاجه اكنها كمبيوتر داخل الكمبيوتر بتاعك، ولكن طبعا بشكل وهمي. طيب ايه بقى الفيزيكال سيرفر؟ الفيزيكال سيرفر بيقول لك المفروض في كل كمبيوتر يكون عنده طبعا الاو اس بتاعه والهاردوير بتاعه، حلو. ولكن لو انا ضفت حاجه اسمها هايبر فايزر، لو انا ضفت الهايبر فايزر ده، بيبدا ان هو يقدر ان هو يكرييت ويمانج مالتيبل في ام. يبقى تاني الكمبيوتر عادي بيبقى فيه او اس واحد وهاردوير واحد، صح ولا لا؟ لما ببتدي ان انا اد الهايبرفايزر ده، بيبدا ان هو يمانج ويكرييت مالتيبل في ام، والفي ام اللي هو ايه؟ فيرجوال ماشين. فاقدر اشغل كذا كمبيوتر جوه الكمبيوتر بتاعي، كل واحد فيهم ليه الاون او اس بتاعه والاون ابس بتاعته. حلو كده؟ بيقول لك بقى لو الفي ام ده، لو الفي امز اللي انا المفروض بحطها جوه الكمبيوتر بتاعي، لو واحده فيهم بدات تسيرف او بدات ان هي تبقى سيرفر، او تبدا سيرفر، تبدا تكون سيرفر ان هي هوست ابس او سيرفيسز، في اللحظه دي بتكون ايه؟ فيجوال سيرفر.
يبقى تاني نعيد من الاول. احنا الفي ام هو حاجه وهميه، كمبيوتر وهمي جوه الكمبيوتر بتاعك، ده طبعا بشكل مجازي يعني، لو جواه الاو اس بتاعه والابس بتاعه. حلو كده. طيب الفيزيكال سيرفر ايه هو؟ بنقول ان احنا المفروض جوه الكمبيوتر ده لو انا ضفت هايبر فايزر، الهايبر فايزر ده بيبدا ان هو يمانج ويكرييت مالتيبل في ام، كل في ام فيهم ليه الاو اس والاب بتاعه والابس بتاعته. لو الفي ام ده اللي انا المفروض كريت منهم كذا واحد جوه الكمبيوتر بتاعي، لو بدا يرياكت از سيرفر، يعني بدا يكون هو في حد ذاته سيرفر، سيرفر يعني بيهوست ابس وسيرفيسز، في اللحظه دي هيكون ايه؟ فيجوال سيرفر. يبقى الفيجوال سيرفر هو في ام ولكن بيهوست سيرفر، فسميناه فيجوال سيرفر بس كده. طيب هنتكلم بعد كده على حاجه بقى اسمها كونتينر بيزد. ايه الكونتينر بيزد؟ بيقول لك هي تكنولوجي بتنيبل ان انت تهوست مالتيبل ايزوليتد ابلكيشنز ان سنجل او اس. حلو قوي، ركز قوي في حته السنجل او اس دي، طبعا احنا هنتكلم عنها كمان شويه ولكن انا هدي لك نبذه دلوقتي. قبل ما ادي لك نبذه عنها، المفروض ان انا بقول لك ان الكونتينر بيزد بيبدا ان هو ينيبل ان هو يمانج يعني ويكرييت مالتيبل ايه؟ ايزوليتد ابلكيشن. الابلكيشنز دي ممكن تكون ويب سيرفر وممكن تكون داتا بيز وممكن تكون مايكرو سيرفيس. طب ايه الفرق ما بقى ما بين الكونتينر والهايبر فايزر؟ طب ما الهايبر فايزر برضه بيبدا ان هو يمانج ويكريت مالتيبل في ام، والفي ام هو يعتبر ابلكيشن. الفرق الجوهري واللي هنتكلم عنه اكتر ان الكونتينر هنا بيبدا يهوست كل الحاجات دي على سنجل او اس، هي نفس الاوبريتنج سيستم، ما بيكريتش اوبريتنج سيستم جديد. ولكن الهايبر فايزر هو او الفي ام عموما، كل في ام هو عنده الاو اس بتاعه والايه والاب بتاعه زي ما احنا قلنا هنا، لكن في الكونتينر بيزد هو بيهوست كل الابلكيشنز على نفس الايه الاوبريتنج سيستم، كل واحد في ايه كونتينر. هنتكلم على الدوكر. الدوكر طبعا من امثله الايه الكونتينر بيزد. طيب في طبعا الدوكر او الحاجه الكونتينر انجن اللي جواه، هو بيقول لك ان الدوكر هو اوبن سورس ابلكيشن، طبعا بيرن الايه الابس اللي هي شغاله بنظام الكونتينر طبعا. طيب بعد كده هو برضو كروس بلاتفورم. يعني ايه كروس بلاتفورم؟ ان هو بيشتغل على لينكس والويندوز والماك او اس، بيشتغل على كل الاوبريتنج سيستمز يعني، طبعا هو كدوكر يعني تقدر تنستوله وتشغله على اي اوبريتنج سيستم. كمان هو عنده طبعا فكره الكونتينر مانجمنت، ان هو يقدر يرن المالتيبل كونتينرز في وان سيستم ويمانج الكلام ده كله بالدوكر. فيرستايل، الفيرستايل ده اللي هو متعدد المواهب يعني. فالدوكر كونتينرز تقدر ترن على لابتوبز او سيرفرز او حتى على الكلاود، ركزوا في الكلام ده مش بس على اللابتوبز يعني. طيب بشكل يعني ملخص، ان الدوكر هو اكنه تول بتميك الموضوع سهل جدا ان هو نران ونمانج ابلكيشنز جوه الكونتينر، والكونتينرز دي المفروض ممكن تكون على اللابتوب او على الكلاود او طبعا على السيرفرز. طبعا ده شكل اللابتوب بتاعك لما تيجي تشغل الكونتينر لما تيجي تشغل الدوكر. طب هنتكلم اكتر على مميزات الكونتينر بيست. اول حاجه الفاست ديبلويمنت، سهل وسريع ان انا ادبلوي اي حاجه انا حاططها على الكونتينر، سهل لانه اسرع بكتير من الفيجوال ماشينز لان هو على او اس واحد. طبعا السايز افشنسي بيوفر في المساحه، لان زي ما قلت هو في الاخر الفرق الجوهري ان هو على او اس واحد، فمش محتاج ان انا يعني مساحه الاو اس اللي المفروض بتبقى في الفيجوال ماشين اتوفرت في الدوكر او في الكونتينر بيز. كويك في الستارت اب، بيستارت اب سريعا بيتفتح بسرعه. ادي الفرق اللي بنتكلم فيه هنا كده بشكل واضح، الكونتينر بيزد، الفرق ما بين الفيجوال ماشينز او البي ام والكونتينرز. الفيجوال ماشينز زي ما انت شايف كده، ده كده احنا قلنا ان هو اكنه كذا كمبيوتر جوه الكمبيوتر بتاعك، فاكن ده كمبيوتر وده كمبيوتر وده كمبيوتر، كل واحد فيهم جواه الاب والايه والجيست او اس، الاو اس الخاص بالايه بالفي ام اللي هو جاي عنده. كل دول بيكونوا متجمعين على الهايبر فايزر اللي هو بيبدا يمانج ويكرييت الفي امز دي طبعا، وبقيه الحاجات اللي في الكمبيوتر بتاعك انت اللي هو الهاردوير والاو اس. اما في الكونتينرز الموضوع مختلف، انت عندك اب 2 3 4 كلهم
على او اس واحد، اللي هو طبعا الدوكر انجن هو اللي بيهندل الكلام ده، هو نفس الاو اس، مش كل واحد باو اس لوحده. بعد كده الدوكر اركتكتشر. الدوكر اركتكتشر طبعا هو بيوضح يعني اجزاء الدوكر اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. طبعا انا هكلم معاكم هنا كده سريعا عنهم، وبعد كده في السلايد اللي جايه يبقى فيه تفاصيل اكتر. يعني اول حاجه طبعا هو مشروع، يعني هو كل حاجه واضحه، بس مبدئيا عندنا الكلاينت. هو الكلاينت ده اللي بيبدا من خلاله اتكلم مع الدوكر او اتكلم مع السيستم، زي ان انا اقول دوكر بيلد، دوكر بول، دوكر ران، الحاجات دي. حلو. بعد كده الاوامر دي كلها بتخش على حاجه اسمها الدوكر ديمون. الدوكر ديمون هو ده اللي بيبقى مسؤول ان هو بس ايه، بيودي الحاجات، بيودي الاوامر دي لمكانها الصحيح بس كده. فتلاقي بعد كده بيوديها على الايمجز. الايمجز دي المفروض ان هي ريد اونلي كونتينرز او ريد اونلي اسبيكتس، بيبقى يكون محطوط فيها تفاصيل الكونتينرز دي، عشان انا مش هكلم الكونتينر على طول، انا اروح اكلم الايمج الاول، والايمج بتروح للكونتينر. وطبعا ده الكونتينر بقى اللي شايل كل الحاجات اصلا الاساسيه اللي انا عامل علشانها الدوكر. في عندنا الريجستري. الريجستري هو اللي بيكون متجمع فيه كل الايمجز بتاعتنا. فتاني هنا دي اهو عندنا الايمج، هي ريد اونلي تمبلت ذات كونتين انستراكشنز فور كرييتنج ا كونتينر. زي ما انت شايف كده المفروض بيكون دوكر فايل، بعد كده البيلد بيودينا للايمج، والايمج هي اللي بتتحول بعد كده، او اللي هي بتوصلنا بعد كده للكونتينر. هي بتبقى زي تفاصيل عن الكونتينر قبل ما يتكلم. الكونتينر طبعا هو بقى الاكشوال ثينج اللي هو اتعمل او اللي كان موجود في الايمج، هيتحول بقى الكونتينر حقيقي. اقدر ان انا ستارت او ستوب او ديليت الكونتينرز دي من الدوكر. وطبعا اغلبكم المفروض يتعامل مع الدوكر. يعني الريجستري هو اللي بيكون البليس اللي بستور فيه كل البلو برينتس او الايمجز يعني بتاعتنا. وبعد كده عندنا الكلاينت، هو اللي بيتكلم مع الدوكر، بتكلم انا مع الدوكر عن طريق الكلاينت. عندنا بعد كده الديمون اللي هو بيلسن على وات يو وونت تو دو، وبعد كده بيميك الحاجه دي انها تحصل. بس هو بس واقف بيشوف انت عايز ايه، هو الوسيط ما بين الكلاينت وما بين الايه، الدوكر نفسه. في عندنا بعد كده النيم سبيسز. طبعا اول حاجه هي ايزوليشن، معزوله، بيقول لك ان النيم سبيسز كرييت ايزوليتد او كرييت سيبريتد ايزوليتد انفايرمنتس فور كونتينرز. هو علشان يكريت الكونتينر بيفضي له مكان، المكان ده بيكون معزول تماما، ان ايتش كونتينر بيوبريت في اتس اون نيم سبيس، ما بيتدخلش على الكونتينرز الثانيه ولا حتى بينتربت معاها ابدا. هم شغالين بشكل اندبندنت، كل كونتينر يعني شغال مع نفسه. طبعا ده بفضل الايه، النيم سبيسز بتاعت الدوكر. طبعا بيقول لك ان هي اندبندنس، كل كونتينر شغال لوحده بدون اي تداخل مع اي كونتينر تاني. طبعا سكيورتي سكيور جدا، لان مفيش اي كونفليكت، هو بيمنع اي كونفليكت يحصل. عندنا بعد كده كونسبت جديد وهو الايفري ثينج از سيرفيس. خلينا نعرف الاول يعني ايه سيرفيس، او نفتكر يعني ايه سيرفيس. فالسيرفيس هي بشكل مبسط جدا هو سوليوشن، سوليوشن لحاجه معينه. someone بدا ان هو يبروفايد حاجه، سوليوشن بيهلب او بيساعد في حل مشكله معينه كانت موجوده، something to done. تمام. هي بترنتد نوت اونيد، يعني انت بتاجر السيرفيس مش بتملكها، محدش بيملك السيرفيس دي لنفسه. اكسسبل افري وير او اني وير، في اي مكان تقدر تاكسس السيرفيس دي بالانترنت. امثله على ده زي الايميل والسوشيال ميديا بلاتفورمز. طب امثله بقى او كاتيجوريز موجوده جوه الايفري ثينج از سيرفيس. عندنا اول حاجه الانفراستراكشن از سيرفيس، او ال او سوري اي اي اس. ويعني انا مش عايز اتطرق قوي للتفاصيل، كل الكلام ده في المحاضره ما كانش فيه تفاصيل قوي، فبس ان انت تعرف كل واحده من دول تحتيها ايه. فالانفراستراكشن جواها الكمبيوتنج والنتوركينج والستورج، وامثله على دي الامازون ويب سيرفيسز اللي هي الاي دبليو اس، طبعا كلنا عارفينها، المايكرو سيرف مايكرو سوفت ازوري وهكذا. المفروض زي ما قلت بتبقى مينلي هي بتاجر او بتستخدم الكمبيوتنج والنتوركينج والستورج اللي هي الداتابيز والحاجات دي.
بعد كده البلاتفورم از سيرفيس هي اكتر اللايبريز والفريم وركس اللي المفروض بتكون بتبيلد بيها السوفت وير. بيقول لك help us build software applications including access to database like SQL and NoSQL. أمثلة على دي الهوراكو والجوجل اب انجن وحاجات تانية. طبعا مهم ان انت تعرف ان بلاتفورم از سيرفيس هي تحتيها اللايبراري و او اللايبراريز والفريم وركس واللي انت بتستخدمها علشان تبني السوفت وير بتاعك. ده المهم ان انت تعرفه يعني. اخر حاجه ولا هنتكلم عنها بقى شويه هي الساس او السوفت وير از سيرفيس. سوفت وير از سيرفيس هو ريدي تو يوز سوفت وير. سوفت وير جواه كل حاجه محطوط على الكلاود بالداتابيس بتاعته بالفرونت اند بتاعه بالباك اند بتاعه كل حاجه انت بس تستخدمه زي ما هو. اكسسد اني وير طبعا اكزامبلز على دي الجيميل والدروب بوكس والسيل او السيلز فورس. طبعا بنصحكم بشده ان انتم تشوفوا الارتكل ده على جيكس فور جيكس. طبعا ده عن الايفري ثينج از سيرفيسز عموما از سيرفيس عموما هسيبه لكم في الاي اللي فوق. مهم جدا جدا ان انتم تقروا التوبيك هيعجبكم جدا جدا لان انا هنا ما قلتش كل التفاصيل يعني. طيب برضو الاركتكتشر ده هيوضح اكتر الفروق ما بين الثلاث حاجات. طبعا اول حاجه ان انت تكون انت اللي عامل الاب من اوله لاخره فانت اللي مسؤول عن كل حاجه من اول النتورك لحد الابلكيشنز كلها ان يور مانج. حلو. ولكن الانفراستراكشن از سيرفيس ساعتها هم او الكلاود بتبدا تشيل عنك شويه حاجات زي النتوركينج والستورج والسيرفيس والفيرواليزيشن. حلو. طيب بعد كده انت طبعا بتبقى انت برضو مسؤول عن بقيه الحاجات دي. طيب في البلاتفورم از سيرفيس اللي احنا قلنا زي اللايبراري والفريم ورك هما بيكونوا مسؤولين الكلاود بتكون مسؤول عن كل الحاجات دي وانت بس مسؤول او تحت ادارتك انت الابلكيشن والداتا. ودي حقيقه لما انت بتيجي تستخدم فريم ورك انت بتكون مسؤول عن بناء الابلكيشنز وتستخدم الداتا ولكن بقى الران تايم والميدل وير والسيرفيس والسيرفر والستورج والحاجات دي بتكون مسؤوليه الايه؟ الفريم ورك. اخر حاجه الساس هو بيكون كومبليتلي على الكلاود والكلاود هو مسؤول عن كل حاجه من اول الابلكيشن لحد النتوركينج. وده برضو توضيح تاني الساس اهو المفروض ان هو شايل كل حاجه البلاتفورم اقل شويه والانفراستراكشر هو اقل حاجه. توضيح تاني للفرق ما بين النون ساس ابلكيشن والساس ابلكيشن. زي ما قلنا ان الساس موجود على الكلاود فهنا ده الابلكيشنز لوجيكس رانز على اليوزر كمبيوتر ولكن هنا هي بترن على الكلاود مش على اليوزر كمبيوتر. وطبعا ده بيكون محتاج من اليوزر ان هو يكون عنده انترنت شديد عشان يبدا ياكسس الابلكيشنز او اللوجيك بتاع الابلكيشن من الكلاود. هنتكلم على الادفانتج المميزات والعيوب بتاعت السوفت وير از ا سيرفيس. اول حاجه من المميزات طبعا الاكسسبيلتي سهل انت تاكسس السوفت وير ده من اي مكان لان هو موجود على الكلاود. سكيلابل طبعا السكيلابيلتي بتاعته ان هو كده بقى ايزي ان انت تادجست في الريسورسز او تعدل فيها. سهل جدا ان انت تعمل له انستول لان اصلا ما فيش او سوري ما فيش اصلا انستول ولا مينتيننس لان هو كده كده اونت للكلاود فانت مش هتعمله انستول انت بس عايز انترنت وتخش تستخدمه على طول. زي ان انت تفتح اسمها ايه جيميل تفتح الجيميل من جوجل كروم فانت مش محتاج ان انت تعمله انستول انت بتلوج ان على طول وتستخدم الاب. طبعا هو كوست افيشنت والابديتس بتاعته بتكون بشكل اوتوماتيك انت مش مسؤول عن حاجه. ديس ادفانتجز اول حاجه الانترنت ان هو معتمد بشكل كبير جدا على الانترنت فلو اليوزر الانترنت عنده ضعيف او حاجه فده بيسبب مشاكل. طبعا في مشاكل في السكيورتي لان كل الداتابيز زي ما قلت والويب سايت كله او سوري الاب كله مرفوع او السوفت وير كله مرفوع على الكلاود فانت مش تحت سيطرتك انت ففي مشاكل في السكيورتي وما الى ذلك. كمان الكاستمايزيشن انت مش قادر تعمله كاستمايز لانه هو زي ما قلت هو مش انت اللي عامله من الاول مش كل حاجه تحت ادارتك انت فانت بتستخدمه زي ما هو. في عندنا بعد كده داتا ستورج اند مانجمنت ايشوز في الساس. اول حاجه بتعتمد على المنطقه بتاعتك لان في مناطق او في دول او في كانتريز بتكون عندها ريستريك رولز عندها رولز صارمه شويه في حته البيرسونال داتا ازاي ممكن تتخزن او تتخزن فين.
الباسوردز والايميلز والحاجات دي. ممكن يكون في دول بتقول ان غصب عنك لازم تخزن البيانات دي في مكان معين، ولكن لو انا مستخدم الساس، فهو الساس على جميع الدول المفروض ان هو متخزن في كلاود واحده وفي داتابيز واحده وكده يعني، فانا المفروض هستخدمه على طول. انا مثلا في مصر وحد تاني هيستخدمه في الصين. انا في مصر عادي الداتابيز اللي متخزنه في الكلاود انا تمام بالنسبه لي، لكن في الصين مش تمام. فدي هتعمل مشاكل لان هو مش قادر بقى في الصين ان هو يعدل الداتابيز دي، لان هو في الاخر نفس الابلكيشن، انتوا فاهمين، هو نفس الابلكيشن على على الكلاود، ومروان بيستخدمه زي اي بني ادم تاني في الصين مثلا. طيب بعد كده الداتا ترانسفير، زي ما قلت في مشاكل ان لو الداتا او لو النت ضعيف شويه فده بيبدا ان هو يخلي الساس او السوفت وير بتاعي المرفوع على الكلاود يكون بطيء بشكل ملحوظ. الداتا سيكيورتي زي ما اتكلمنا في السلايد اللي فاتت على طول، بسبب ان هو كل حاجه مرفوعه على الكلاود فالسيكيورتي بيبقى عندنا فيها مشاكل شويه. بعد كده عندنا الديزاين ايشوز بتاعت السوفت وير برضو اللي مرفوع على الكلاود او السوفت وير طبعا از سيرفيس. اول حاجه او اول تشالنج عندنا، هل هستخدم ريموت ولا لوكال بروسيسنج؟ البروسيس ان انا ابدا ان انا اشغل الاب فين مش اهوسته فين، ماشي، لان هو كده كده هوستد في الكلاود. لكن مثلا انا بقول ان هو الساس المفروض بيبدا يبالانس بتوين ان انا ارن الفيتشرز لوكالي على الديفايس بتاع اليوزر ولا ريموتلي على السيرفر. ده ليه مميزات وده ليه مميزات، وده برضو ليه عيوب وده ليه عيوب. فاول حاجه اللوكال بينهانس اليوزر ريسبونس سبيد، اليوزر الريسبونس الرد اللي بيجي له بيكون سريع لان كل حاجه بترن او اللوجيك بيرن عنده هو على البراوزر يعني. وخلي بالك انا اقصد بلوكالي مش على اللابتوب بتاعه، انا اقصد على البراوزر بتاعه، مش هوستد يعني على اللابتوب ده قصدي. طيب ولكن لو انا هشتغل لوكالي هبدا ان انا انكريز الديفايس باور علشان يبدا يعالج اللوجيك ده، فانا هبدا ان انا استخدم الباور بتاع الديفايس. فزي ما ليه مميزات ليه عيوب. تاني حاجه، في حاجه اسمها فيدريتد اوثنتيكيشن. فيدريتد دي اللي هو جماعي، اوثنتيكيشن موحد او جماعي. بيقول لك ان في البيزنس اورينتد، لو انا في بيزنس او شركه هي اللي هتشتري الساس ابلكيشن، ففي عندها مالتيبل يوزرز جوه، كذا يوزر جوه الاورجنايزيشن دي، فمش منطقي ان كل اورجنايزيشن يبدا يلوج ان بالداتا بتاعته. لا، غير كده ببدا ان انا اخلي ايتش يوزر بدل ما هو هاف سيبريتد لوج ان انفورميشن، لا انا هخليه عنده لوج ان انفورميشن واحده هي بتاعت الاورجنايزيشن كلها. يعني مثلا لو عندي شركه اسمها رفيقي، فهبدا ان انا الوج ان كل الديفلوبرز والناس اللي شغاله في الشركه هتبدا تلوج ان باليوزر نيم اللي اسمه رفيقي مثلا، مش مروان يلوج ان بمروان ومازن يرد يلوج ان بمازن وهكذا. لا، في عندنا بعد كده كونسبت تاني اسمه مالتي تيننت والمالتي انستنس سيستمز. طب المالتي تيننت ده اختصار ليوزر يعني، او زبون او حاجه كده يعني، او مستخدم او ساكن بالعربي. طب اول حاجه المالتي تيننت هو بيبدا ان هو يخلي اليوزرز كلهم يتعاملوا مع الابلكيشن نفسه او مع الابلكيشنز نفسها جوه كونتينر واحد، فانا كل اليوزرز بيتعاملوا مع نفس الابلكيشن بلوج ان وساين اب علشان يبدا ان انا افرق كل يوزر عن التاني، وبيتعاملوا مع نفس الداتابيز. ده الاهم كمان، او ده الفرق الجوهري، ان كل يوزر من دول كلهم على نفس الايه الداتابيز شيرد ما بينهم، ولكن المالتي انستنس كل يوزر ليه ابلكيشن لوحده وليه داتابيز لوحده. وطبعا هديكم اكزامبلز دلوقتي هتوضح ليكم كل حاجه. برضو قبل ما اديكم اكزامبلز، في هنا البتاع اللي كان ظاهر هنا ده اهو، برضو ده اللينك مهم جدا، توبيك او سيرش مهم جدا عن المالتي تيننت والمالتي انستنس، يا ريت تقروه، انا هسيبه لكم برضو في الايه في الاي اللي فوق دلوقتي. اكزامبلز على المالتي تيننت والمالتي انستنس. اول حاجه المالتي تيننت زي ما قلت ان كل اليوزرز بيبقوا موجودين في مكان واحد على نفس الداتابيز، زي فكره المايكروسوفت اوفيس، كلنا على نفس الكلاود، كلنا عندنا شيرد داتابيز، وده اغلب الويب سايتس يعني، واغلب السوفت ويرز كلنا بنبقى على نفس الداتابيز.
ولكن في سيستمز تانية بتبدأ إن هي تدي لك داتا بيس تتعامل بيها زي ما أنت عايز، زي الإيه الديجيتال أوشن، والديجيتال أوشن اللي هي بتوفر لك في بي إس إن أنت تاخد داتا بيس تبدأ إن أنت تتعامل معاها بطبعا كباسيتي معينة وحاجات من دي، ان انت تبدا تتعامل معاها زي ما انت عايز. ففي الحاله دي بيبقى انت عندك نسخه من الابلكيشن بالداتابيس بتاعتك ليك لوحده. طبعا الكلام ده ليه عيوب وليه مميزات اكيد. فاول حاجه نبدا الاول نتكلم على ازاي الموضوع ده بيشتغل. فاول حاجه ان الداتابيس بتبدا ان هي تتقسم سيكشنز، ديفايدد انتو سيكشنز، كل سيكشن خاص بيوزر عشان يقدر ان احنا طبعا انا بتكلم دلوقتي على مالتي تننت، هي داتابيز واحده، فازاي هقسم الداتابيز الواحده دي على كذا يوزر؟ فبقول ان انا كل الداتابيز بتكون متقسمه سيكشنز، وكل يوزر بيكون بيروح للايه للسيكشن بتاعه. شيرد داتابيز سكيما زي ما قلت، ايه نفس الداتابيز شيرد داتابيز سكيما، حتى نفس التيبل يعني شيرد ما بين اليوزرز كلهم، وبنفرق ما بينهم ب يونيك ايدنتيفاير مثلا اي دي او حاجه بتفرق كل يوزر عن التاني. بالظبط زي ما هو واضح هنا، كذا يوزر بيتعامل مع الابليكيشن، وكل يوزر ليه رو في الداتابيس بتاعتي باي دي مختلف عن التاني. الكلام ده ليه مميزات وليه عيوب. طبعا المميزات اولها ريسورس يوز، ان انا ببدا استغل الداتابيس بتاعتي افضل استخدام، ببدا استغل كل الداتابيس لان انا دلوقتي بتكلم على المالتي تيننت، هي داتابيس واحده فاقدر اقسمها زي ما انا عايز واستخدم كل شبر فيها. طيب السكيورتي، هي السكيورتي هتلاقيها ميزه وعيب في نفس الوقت. الميزه في السكيورتي هي ميزه على المستوى الخارجي، يعني خارج الداتابيز مش صعب ان اي حد يهكر او يهاك الداتابيز دي، لان انا عندي داتابيز واحده فانا مهتم بيها جدا جدا وعامل لها اقصى درجات السكيورتي، وصعب ان حد يهاك الداتابيز دي، على خلاف ان انا يكون عندي اكتر من داتابيز فانا صعب ان انا اكون عامل نفس مستوى السكيورتي لكل الداتابيز دي، غير ان كل داتابيز اصلا اوند ليوزر مختلف عن التاني، فدي بتسبب لي مشاكل في السكيورتي. لكن من مميزات السكيورتي في التالنت سوري في المالتي تيننت ان ما بقاش عندي اخطار كتير من خارجيه، او خطر الهاكينج قليل لان هي داتابيز واحده وانا مهتم بيها جدا. طبعا الابديتس كل اليوزرز بيجي لهم الابديتس في نفس الوقت، وبكون متاكد ان كل اليوزرز اللي عندي وصل لهم الابديتس وعندهم اخر فيرجن من الاب بتاعي، لان كلهم في الاخر على نفس الداتابيس. طب ايه العيوب اللي موجوده؟ اول حاجه ان فلكسبيليتي، ما عنديش فلكسبيليتي ان انا اكستمايز الداتابيس لان كلنا في الاخر على نفس السكيما، فممكن يوزر يكون محتاج حاجات افضل اكتر من يوزر تاني، فانا مش قادر ان انا اهندل ده، انا مديهم كلهم نفس الحاجات. حلو. السكيورتي من عيوب السكيورتي في المالتي تيننت هي السكيورتي اللي بتوين الكاستمرز، او السكيورتي اللي جوه الداتابيز نفسها، لان بما ان كل الكاستمرز عندي على نفس الداتابيز فانا عندي خطر ان بيانات يوزر تروح ليوزر تاني، دي مشكله كبيره قوي. حلو. لان كلنا في الاخر نفس الداتابيز، فممكن يكون في خطا في الاوثنتيكيشن يودي بيانات يوزر ليوزر تاني. طبعا بقى في كومبلكستي ان كلنا على نفس الداتابيز، فده بيبدأ ان هو يجيب لي باجز كتير ومشاكل كتير، لان كلنا في الاخر كل اليوزرز في نفس الايه الداتابيس، فانا لو بصلح مشكله ممكن ابوظ او اعمل مشاكل تانية كتير ليوزرز تانية. كده الحمد لله وصلنا لاخر سلايد من اخر محاضره عندنا في الكورس ده سوفت وير انجينيرنج 2. طبعا الناس اللي كانت مشغلاني بقى ليله الامتحان من اول فيديو لحد دلوقتي على سرعه 4، الحمد لله على السلامه. انت كده الحمد لله خلصت بصمجه، والناس اللي كانت بتسمعني من اول او بتشوفني من اول الترم لحد دلوقتي، فان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. طبعا كله يعني برضو اللي بصمك برضو ان شاء الله ربنا يوفقه. بشكركم جدا، ما تنساش الفيدباك على الكورس عموما، هتلاقي اللينك تحت في الكومنتس، عشان ده هيساعدني ان انا اطور من نفسي اكتر. وان شاء الله كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناة، عشان يبقى في كورسات كتير جاية الفترة اللي جاية ان شاء الله، واوفلاين سيشنز كمان هتعجبك جدا. فما تنساش يا صديقي تشترك في القناة علشان تشوف اللي جاي بإذن الله. وشكرا جدا ليكم، سلام عليكم.